لا التسعينات اختلفت تماما اختلاف كلي وجزئي، انه من الفساتين والحاجات الواسعه للجينز، بنطلونات الجينز بقى سواء شارلستون او الجينز اللي هو مرفوع كده اللي هو عند الوسط، والجواكت الجينز المنقوشه والمكتوبه بالظبط. وهنشوف كده كان عادل امام في حنفي القبهه كان الجاكيت الجينز بتاعه كله والبنطلون جينز والبنطلون الجينز بالظبط، وكان عنده برده الجاكيت الاحمر كان دايما بيطلع بيه والبنطلون الابيض كانت الحاجات دي. ولا البلوفر الاحمر ولو خدتوا بالكم كان عنده بلوفر وجاكيت احمر انا فاكره طلع بيه فيه بحنفي القبهه، وكانت كل الناس بتعمل زي عادل امام يلبسوا الجاكيت الجينز والبنطلون الجينز. عايزه اقول لك كمان حاجه يا نوران، يمكن دلوقتي احنا لو اتكلمنا بقى عن الالفينات والحاجات دي، هو الموضه مثلا دلوقتي لسه مكملين زي التسعينات الجينز ولكن باشكال مختلفه. يمكن احنا كان او دلوقتي البنطلون الجينز اللي هو ضيق او اللي هو ماسك على الجسم، ولكن من كام سنه كده واسع خالص ظهرت فكره بقى ايه المانفيت الجينز الواسع الجينز المقطع بالظبط رجع تاني دلوقتي المقطع ده ما كانش موجود، او كان بيسموه ايه بتاع اللي هو بتاع الديرتي اللي هو منخبش قوي كده ديرتي ديرتي اللي هو ديرتي لوك بيسموه اللي هو الجينز بقى المنخبش قوي قوي ده والحزام المرفوع والتيشيرت المهروله دي. ده موضه دلوقتي احنا بقينا نلبس الحاجات دي دلوقتي موضه، يعني كل حاجه بترجع تاني التسعينات رجعت تاني زي الاول بالظبط، سواء بقى من ايام الثلاثينات من عشرينيات لحد الألفية. فبنتكلم ما شاء الله يعني عندنا يعني مخزون كبير من الموضة والحياة المختلفة بكل أشكالها وبكل ألوانها وبكل أنواعها. عايز أسألكوا سؤال سريع بسرعة، عايز أطلع فاصل. سؤال سريع بسرعة، أنت تحب تلبس موضة الخمسينات والستينات؟ ألبس موضة آخر السبعينات. آخر السبعينات، أنت يا نونو؟ أنا أهو. أنت قمر، أنت ستينات. أنا عايزة ستينات. نوران؟ أنا زيك بالظبط. الأزمنة مختلفة وجميلة، بس أهم حاجة في الآخر خالص ده يبين قد إيه إن إحنا عندنا يعني موضوع الموضة ده من زمان الحمد لله إحنا متميزين فيه جدا جدا، والأجمل إن إحنا كمصريين عندنا ما شاء الله البنت والست المصرية مفيش أجمل ولا أحلى منها. طبعًا نفس طبعًا. الكلام برضو عندنا الشاب والراجل المصري مفيش أشيك ولا أحلى منه هو كمان. سقف على الكلمتين. انبسطوا بقى.